نتجه الآن إلى الأردن لنستمع إلى تلاوة المتسابقة نور وليد الحصري، نشاهده سويا أو نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نور وليد الحصري من الأردن. سأتلو عليكم آيات من سورة آل عمران برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. كانت هذه المتسابقة نور وليد الحصري من الأردن. كلمتكم شيخنا لنور. بارك الله فيك يا أختي، وفقك الله. يعني درستي الأحكام بس في أشياء عندك ثلاث أنواع من الملاحظات. الملاحظة الأولى تكرير الراء هذا الذي تقولينه، الرجيم، الرحمن، الرحيم، الفرقان، الأرحام، إيش هذا يا أختي؟ ما أحد يفعل هذا، ولو فعله إنسان فهو مخطئ، مخطئ. قال إمامنا الجزري: وأخفي تكريرا إذا تشدد، أي الراء، الرجيم، الرحمن الرحيم، الأرحام، الفرقان، الفر وليس الفر، رر، سمعاني؟ رر، هذا ما بيصح أبدا، أبدا ما بيصح. الأمر الثاني الحركات الناقصة، محكمات، مو لازم تقولي مو، محكمات هن، مو هن، هو هو، شايف الفرق؟ هو هو، انت لازم تقولي هو، هن محكمات هن. كذلك عند، عي وليس عي، عند، عي هذه إمالة ما هي كسرة. زيغ فيتبعون، زيغ غو وليس زيغو، تبهتي؟ الله يرضى عليك. آخر واحدة قرأتيها وقفت عليها بهمزة، الألباب، ها انظري، الألباب، ب ب ب ب من الشفتين، ما في من هنا شيء. أنت قلتي الألباب ب، يعني أتيتي بهمزة بعد الباء، ما بصح، هذا زيادة حرف،
هذا لحن جلي. تبهتي؟ الله يرضى عليك. إذن ثلاث أنواع من الملاحظات: لا تكرر الراء، الحركات يجب أن تكون كاملة وليست ناقصة. الأمر الثالث: لا تهمزي القلقلة الموقوف عليها. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخنا الكريم، شكرا لك يا أختنا نور وليد الحصري من الأردن.